بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكميم المعدة هي عبارة عن الخطوات بتاعتها. اول خطوة احنا بنفصل الدهون دي عن المعدة باستخدام جهاز الليجاشور زي ما احنا شايفين كده، بنفصل بيه الدهون عن المعدة من بداية المعدة من هنا عند التقاها بالاثنى عشر عند الوسطة دي، وبعد كده بنفصل الدهون زي ما احنا شفنا كده، بنفصل الدهون عن المعدة حتى نهايتها لحد ما نوصل لفوق خالص عن عضلة المريء الشمال. الليجاشور هو عبارة عن جهاز ادفانسد بايبولر، ده جهاز متطور جدا في الكي، هو صناعة امريكية. هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. المرحلة دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعدة، بيتم ادخال جهاز البوجي الى داخل المعدة، ده اللي بياخد قطر المعدة. احنا دخلناه دلوقتي عن طريق دكتور التخدير، استشاري التخدير داخل البوجي، وسوف يتم استئصال الجزء اليمين ده، الجزء كل الجزء ده هيتشيل اللي هو اقصى اليمين. الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شكل البوجي اللي احنا شايفينه متحدد، ده اللي احنا هنقص عليه او هنستأصل الجزء ما تبقى من المعدة. لما بنشيل الجزء ده، الجزء الكبير ده من المعدة، اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا. لما يتم استئصال الجزء ده بنشبع بسرعة، ما بنجوعش الا على فترات كبيرة، وبالتالي ده مهم جدا في انقاص الوزن. دلوقتي هنعرفكم ازاي ان احنا بنقص المعدة او بنبتدي نعمل عملية التكميم بالوضع الحالي. دي الدباسات اللي هي الأمريكية المستخدمة في يعني عملية التكميم. بنطمن طبعا ان المعدة مش ضيقة على الجهاز البوجي اللي احنا مركبينه او الكاليبريشن سيستم اللي هو داخل المعدة بالوضع الآتي، وبنبدأ عملية تصغير المعدة الى ان يتم تصغير المعدة بشكل كلي الى ان نصل الى نهاية المعدة. بعد ما بناخد طبقة تانية من الخيط على يعني بعد الدبابيس، يعني بنعمل طبقة تانية من يعني التقوية للدبابيس، بنحاول نطلع المعدة بالصورة اللي احنا شايفينها دي، وده بيكون شكل المعدة بعد ما خرجناه من العيان. بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما نخرج. بعد اخذ الطبقه الثانيه من الخياطه ما بعد الدبابيس بنطمن على ضغط العيان، بنطمن مفيش نزيف، مفيش اي تسريب بعد اختبار التسريب، بنخرج من العيان وان شاء الله نطمنكم عليه بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت قبل العمليه صورت ووعدت ان انا بعد العمليه اتكلم واقول ايه اللي حصل معايا. انا اللي انا فيه دلوقتي انا بعتبره حلم، انا مش مصدق طبعا. لو حد حكى لي عمري ما هصدق ان اعمل 3 عمليات تكميم معدة وفتق في الحجاب الحاجز وعملية استئصال للمرارة، وبعد ساعتين بس اكون بصور، وكمان كنت بمشي من اكتر من ساعة مشيت الحمد لله، وده يرجع الفضل لله وللدكتور كريم. بحمد ربنا على اللي انا فيه دلوقتي، وبشكر الراجل ده مرة تانية لانه قبل اي شيء هو حد خلوق وانسان، ربنا يكرمه. واي حد بيفكر انه يعمل العمليه ما يترددش، لانها مع الدكتور كريم بسطها كانها يعني عمليه بسيطه جدا، وبشكره. بسم الله الرحمن الرحيم. من تجربة تكميم المعدة، احنا النهاردة عملنا يعني تكميم معدة مع اصلاح فتق الحجاب الحاجز مع استئصال مرارة بالمنظار. طبعا المرارة لو فيها حصوات واحنا هنعمل تكميم عشان ننزل بيه وزننا، ولازم نشيل المرارة مع التكميم في نفس السيشن، لان هي عملية بالمنظار، نفس الدخلة بتاعت المنظار، نفس الفتحات، يمكن ما زودناش حتى جرح ولو صغير عشان نصلح فتق الحجاب الحاجز او نصلح المرارة مع عملية تكميم المعدة. طبعا احنا يمكن الاعادة للنشاط الطبيعي او الريهابليتيشن ما بعد العملية هي فترة قصيرة جدا،
يعني يمكن كان زمان لو بنعمل عمليه الفتح الجراحي يعني هنعمل تكميم وهنعمل فتح الحجاب الحاجز وهنشيل مراره، بالفتح الجراحي كنا قعدنا فيها يعني يمكن يومين ثلاثه على ما نقوم نعيد نشاطنا للوضع الطبيعي. لكن الحمد لله احنا شايفين تجربه يمكن الحمد لله ناجحه يعني ما بعد العمليه خلال ساعتين تقريبا او يمكن يزيد شويه او اقل. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه بطب عين شمس. والحقيقه طبعا النهارده احنا بنديكوا يمكن امل في جراحات السمنه المفرطه في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه زي السكر وزي الامراض المصاحبه للمعده زي الفتاء في الحجاب الحاجز. استاذ احمد هيشرح لكم شويه حاجات عن يمكن التجربه الناجحه بتاعته في خلال 6 لـ7 شهور، احنا عاملين في نهايه شهر 1 على اول 2. الحمد لله يمكن هو هيحكي لكم بقى عن شويه حاجات ايجابيه يعني يمكن تديكوا امل في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. اتفضل استاذ احمد، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الله يخليك. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انا يعني مهما اقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخذتها من العمليه. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عمليه تكميم معده وعمليه المراره، وكان عندي مشكله في الارتجاع والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكه للمنطقه المريء واللي هي عمليه الارتجاع دي. فطبعا انا كنت في الاول متخوف من موضوع ان انا اعمل اجري اكتر من عمليه، والدكتور هون عليا الموضوع انه قال لي يعني دي هتبقى عمليه واحده وما يعني نفس نسبه الشفاء هتبقى واحده. وفعلا انا تقريبا دخلت العمليه الساعه 12 بالليل، انا الساعه 4 بالظبط كنت مغادر المستشفى تاني يوم. يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. اول نقطه، ودي للامانه انا ما اخدتش دواء السكر من بعد العمليه بيوم، الى الان انا الحمد لله ما اخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال الثمان شهور او يمكن اقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود 50 كيلو. طبعا انا عندي راحه دلوقتي في اكثر من حاجه، اولا في اللبس، في النوم، في المعيشه عموما. انا شخص ثاني غير اللي كان داخل العمليه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. مهما انا اشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك. شكرا. اي سيده اكتر حاجه بتبسطها ان ما يبانش عليها سنها، يعني دي حاجه جميله جدا لما الناس كلها تتخدع كده في سنها، يبقى هي في البطاقه حاجه وقدام الناس حاجه تانية خالص. ده بيبقى شيء مفرح جدا لما اي حد يعني مثلا ما واحده تبقى مخلفه مثلا ويشوف ولاده، معقوله دول ولادك؟ ده انت شكلك صغير. لا قولي اخواتك ما تقوليش ولادك. فيا سلام، احساس بيبقى لطيف، وبتقعد تتغنى بالمجاملات اللطيفه من الناس دي. فطبعا في ناس محظوظه يعني ان هي طبيعتها بتبقى كده، وفي ناس تانية بتهتم، في ناس تانية بتشتغل على 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 ده، يعني هي من البدايه وهي بتشتغل على ده. علشان كده بنلاقي سيدات كتير جدا سنهم كبير قوي ومش باين عليهم خالص، نقول يا ما شاء الله دول مش باين عليهم، دول اكيد عاملين مش عارفه ايه، دول اكيد عاملين ايه. يعني الموضوع بقى بسيط جدا في الفتره اللي احنا بنعيشها دي، وظهرت حاجات جديده بتساعد على تغيير الـ 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 الوش للشكل الاحلى والاجمل. حاجات طبيعيه، حاجات مريحه في البيت، مش محتاجه يعني تعقيد ولا اي حاجه من الحاجات دي. هو ماسي درو جولد اللي سيدات كتير جدا بتسال عنه وعاوز تعرف معلومات اكتر عنه، واكيد رجال كمان عشان دايما بيزعلوا بيقولوا انتوا بتتكلموا عن السيدات بس، واكيد الرجال كمان. خلونا نتكلم عنه النهارده ونرحب بضيفتنا العزيزه دكتوره دينا ابو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره دينا؟ اهلا بيك يا يوم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. احلى حاجه ان الواحد ما يبقاش باين عليه سنه. اه طبعا، صح اكيد يا يمنى. يعني لو طلعت مشكله صغيره في الوش لا تبقي عايزه تخرجي ولا عايزه تروحي شغلك ومكسوفه وتقعدي قدام المرايه تحطي ميك اب تداريها، ماسي غطى بقى الكلام ده كله. اه ده شيء جميل جدا. طبعًا. يا دكتوره دينا، وبعدين فكره 10 سنين هتبانوا اصغر دي، في ناس مصدقاها وفي ناس مش مصدقه.
يعني صح. نقول ايه بقى للي مش مصدقين؟ نقول لهم يعني ايه فكره ان احنا نصغر 10 سنين في الشكل. يعني اكيد لو طلعت تجاعيد هي اللي بتبين لنا كبرنا، هالات سوداء او بقع في البشره، تصبغات في البشره، عدم نضاره في البشره، بشره بيل قوي مش صحيه، كل الحاجات دي ايه ده احنا كبرنا في السن. بنزعل قوي على فكره قوي. ما عندكوش فكره ازاي بقد ايه بنزعل يعني بنكتئب يعني. فطبعا ماسي اتصنع يا يمنى في 6 سنين ابحاث كلينيكال ترايلز عشان نرضي كل الناس دي ونرضي ستات ونرضي رجال. ازاي ماسي درجول دي يقدر يخلينا نبدو اصغر 10 سنين في الشكل بالمشاكل دي كلها اللي بيقدر يعالجها. فلما اوريدي تعالجي المشاكل دي وتدي نضاره حلوه قوي ببشرتك وتستغني عن الميك اب، ايوه مش محتاجه انك انت تحطي ميك اب كتير عشان تداري بقع في الوش او هالات سودا، اكيد هو ده اللي هنخليه هيخلينا نبدو اصغر سنيا 10 سنين. الرجال كمان يا دكتوره دينا ليهم نصيب في الموضوع ولا ما لهمش نصيب؟ لا لا ليهم نصيب كبير جدا. عايز اقول لك عندنا عملاء كتير من الرجال، تليفوناتنا كتير جدا جدا من الرجال، الرجال دلوقتي بقت تهتم بشكلها جدا. رجال كتير بتسال على ماسي لنفسها ولزوجاته مثلا. كتير يعني عايز هو يحلو وعايز مراته تحلو. مشكله انه عايز يبقى هو اللي يحلو. لا ده في رجال كتير فعلا مشكلة. والله في رجال كتير فعلا بقول له مثلا لحضرتك ولا للمدام قال لي احنا الاثنين احنا. أيوة. يعني انا عايز حلو ده لينا احنا الاثنين. بالظبط لوحدك معلش. والحلو في ماسي انك انت بتخاطبي كل المجتمع كل فئات المجتمع. لا بس هو الناس بتتهم ان انتوا بتحقدوا فئه معينه من بشوف ده على صفحتي على السوشيال ميديا ده للنجمات مثلا. او للمشاهير او والله يا يمنى عايز اقول لك احنا موجودين في كل فئات المجتمع. سيدات عاملات، سيدات مش عاملات، ربات منزل، سيدات بسيطه جدا، دكاتره. كتير عندي عملاء تقولي دكتوره دينا انا دكتوره فلانه مثلا مبسوطه جدا بماسي. كل فئات المجتمع يا يمنى، ما بقاش مش فعلا مش مقتصر على فئه واحده. كمان ماسي طب هيكفيني شهر؟ كتير بسمع الكلمه دي. ماسي يا جماعه كورس بيكفي على الاقل 8 شهور. فمش هيكفي شهر واحد، ماسي في كل المكونات دي وكورس عشان يعالج كل مشاكل علامات التقدم في السن. طب احنا عايزين نعرف المكونات ومن الحاجات اللي بتشوفوها رؤيه العين كده مباشره الذهب. طبعا دايركت على طول، انت لو اتحط على الايد كده بيبان لمعه الجميله. هو اصلا دي. ماسي تعرف بالذهب. ماسي دروجولد الوحيد هتلاقي فيه جزيئات الذهب. اول ما بتحطي ماسي دروجولد على بشرتك بتشوفي لمعان الذهب، بتشوفي الجولد فليكس. ماسي دروجولد بيحتوي على جزيئات ذهب كميه عاليه جدا، طبعا عيار 23. ليه على طول بنقول ماسي بيدي نتيجه النضاره من اول دهنه؟ اول ما الذهب بيلمس البشره بينورها قوي، بيفتحها وبيدي الروزي لوك، بيدي وش بينك، وش كله حيويه وكله نضاره. فمميزات الذهب ان هو بيدي النتيجه دي لانه بينشط الدوره الدمويه، بيزيل الخلايا الميته، بيقدر يعالج التجاعيد، بس التجاعيد بتتعالج بعد فتره مش من اول استخدام. في ناس مستعجله انا مش عارفه ليه. لا مش عارفه ليه اقول لك ليه. أيوة. بتبقى عندهم كوارث في البيت، عندها مشكله مزبط. لا انا بشوف دلوقتي بجد بزعل والله العظيم بزعل، واحده مثلا تيجي تقول لي ده انا جوزي عامل لي مصيبه وبيقول لي لو ما ظبطتيش نفسك هروح اتجوز. ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني ماشي انت غلطانه طبعا ان انت اهملتي في نفسك، مالكيش حق. انا بقولها انت اولا انت غلطانه مالكيش حق، بس هو ما ينفعش ان هو برضه يروح يقول لها لو ما ظبطتيش نفسك هروح. احراج قوي. احراق. لا دي بتبقى كسر خاطر. يعني عارفه لو بالذات من جوزها اللي هو هي عايزه جوزها بيشوفها اجمل ست في العالم. فانا فلا بيعمل مشاكل. الموضوع بيبقى بيسبب بس هو الحقيقه ماسي مش هيعالج التجاعيد من اول اسبوع. يعني انت يوميا بتحطي ماسي دروجولد على بشرتك، يوميا بتغذي بشرتك بمكونات ماسي دروجولد، في مكونات كتيره جدا بتشتغل على التجاعيد. فانت بتستخدميه كل يوم. اول شهر بتشوفي تحسن، الشهر الثاني بتشوفي تحسن اكتر، فممكن من بعد الشهر الرابع بتشوفي تحسن ملحوظ جدا للتجاعيد. فاحنا نصبر وبتشوفي تحسن على طول وبتشوفي شكلك بيصغر، لان اصلا ماسي دروجولد بيولد خلايا جديده من الطبقه الجلديه السفليه وبيزيل الخلايا الميته من على البشره. هو ايه المسؤول عن تجديد الخلايا دي؟ الذهب طبعا. الذهب هو المسؤول عن الموضوع ده؟ طبعا. ماسي دروجولد مسؤول ان هو بيجدد الخلايا. الكولاجين مهم قوي يا يمنى، يديكي بشره نضره قوي. ماسي دروجولد مليان كولاجين، معروف ان البروتين اساسي لصحه
الوش والشعر. الكولاجين بيقل طبيعي يعني. ربنا خلقنا بعد فتره عمريه معينه بيحصل ديستراكشن لازم. عشان كده بنشوف لو مثلا لو متابعين نجمات كتير او ناس نعرفهم حتى بنلاقي وشهم بيصغر مع السن. بنلاقي الوش بيقل بيصغر. هو ده فقد الكولاجين. الحاجات اللي جوه دي بتختفي. ماشي. في كولاجين والكولاجين متصنع بطريقه النانو وكل المكونات متصنعه بطريقه النانو. كمان الذهب يا يمنى والكافيار بيحفزوا على انتاج كولاجين في خلايا البشره. فانت اوريدي خلاص عارفه ان الكولاجين ليفل بتاعك في بشرتك مش هينقص. فعلى طول وشك في صحه ونضاره حلوه قوي. والكافيار من الحاجات اللي بتفتح بتهيألي اللي بيشتكوا من عدم توحد اللون. عندنا كتير عملاء انا عايزه افتح، انا عايزه التصبغات تروح. المكونات الاساسيه للتفتيح الذهب بلس الكافيار. كافيار وايتنينج ايجنت عالي جدا جدا. كمان طبعا الكافيار كله معادن، احماض امينيه، بروتينز، فيتامينز، اوميجا ومضادات اكسده. طبعا الكافيار عنصر اساسي لصحه البشره وعلاج التجاعيد ومقاومه كمان من ظهورها. يعني الحلو في ماسي انك انت بتعالجي وبتقاومي من ظهور المشكله تاني. فعشان كده كتير يقولي احنا بعد ما نخلص العبوه هل نحتاج نكرر العلبه؟ كتير عملاء من كتر مبسوطين طبعا بيكرروا اثنين وثلاثه. يعني بياخدوه بقى حاجه اساسيه في حياته. انا بنصح معاهم بقى على طول. يعني اصلا مش مشكله بصراحة. لو قادرين ماديا طبعا يعني. لو في مقدره ماديه حاجه تبقى معاكم على طول تستخدموها مش ما فيهاش ضرر يعني. بالزبط. لو غير قادرين خلاص انتوا هتوصلوا لنتيجه كويسه جدا. حافظوا بقى الدور اللي عليكم بقى انكم بقى ايه بعد ما تخلص الكورس تبداوا ان انتوا تحافظوا الحاجات اللي كنتوا بتعملوها غلط تحاولوا بقدر الامكان انكم تقللوها. صح كده؟ بالظبط. طيب نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم. يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. الفروع اللي شفناها في التقرير موجوده فين بقى بالظبط وازاي الناس تقدر تتواصل معاكم؟ طبعا شركتنا الرئيسيه او الشركه الام متواجده في ايطاليا شركه ماسي فارم ايطالي. شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر، طبعا ارقامها ظاهره على الشاشه. عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات. عندنا تاني شركه في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات.
برضو ارقام الامارات ظهر على الشاشه. قريب قوي يا يمنى هنفتح في امريكا، ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا الولايات المتحده الامريكيه. طيب دلوقتي السؤال اللي هيجي في دماغ الناس، طب انتوا دلوقتي بتتكلمي على قارات مختلفه ويعني اماكن مختلفه عن بعضها، وكل مكان ليه طبيعه، مكان حر ومكان تلج ومكان، يعني هل هو هيناسب بقى كل الـ الانواع والالوان دي من البشره يا دكتوره دينا؟ اه طبعا. اولا الوان البشره ملهاش يعني اوريدي ملهاش تاثير خالص، لان هو اوريدي السكن بقى السكن طبقات الجلد هي الوان البشره، تركيبه الجلد تقصدي هي تركيبه الجلد هي. فماسي دور جولد المود اوف اكشن بتاعه بيشتغل على كل الوان الجلد. زي ما احنا شايفين الموضه البيضاء عمل نتيجه حلوه، مش قادره اقول لك على البنات او السيدات القمحويات بيدي نتيجه احلى. طيب خلينا نشوف تراخيصه على الشاشه يا دكتوره دينا اللي بنستعرضها دايما مع الساده المشاهدين، ومن حقهم طبعا ان هم يعرفوا هم هيجيبوا ايه او هيستخدموا ايه. اكيد ماسي دروجولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، مرخص من الاتحاد الاوروبي، ومرخص من الامارات حكومه دبي. امن جدا، ملوش اي سايد افكتس خالص، مناسب لجميع انواع البشره حتى البشره الحساسه اللي بتقلق، لان كتير انا بشرتي حساسه. مناسب لحضرتك جدا حساسة. طبعا اكيد. بالنسبه للسيدات الحوامل بيستخدموه من بعد الشهر الثالث بس، ملوش اي كونترا انديكيشنز ولا يتعرض مع اي كريم ترطيب تاني. بشكرك يا دكتوره دينا على وجودك معايا حبيبتي دكتوره دينا. حلقتنا خلصت، بنشوفكم كل يوم الساعه 3 والاعاده بتبقى 8 صباحا. اي حد عايز يبعت سؤال يبعته على صفحتي الشخصيه، واي حد ما لحقش يتفرج على الحلقه في الهواء هيشوفها في الاعاده، ولو ما لحقش الاعاده هيشوفها على اليوتيوب، كل الحلقات موجوده. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.